في أسوان بدأ موسم حصاد القمح بشكل مبكر طبعا نظرا لارتفاع درجة الحرارة، عشان كده تم توريد لحد دلوقتي 166 ألف طن من القمح في ظل انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات. تعالوا دلوقتي نتابع ردود فعل المزارعين على تسهيلات وتوفير كل مستلزمات الزراعة والدعم اللي بيقدم من المزارعين لزيادة الإنتاجية من محصول القمح. قاعد في اسكندريه وكنت شغلي مشرف هندسه تشطيبات بعيد عن مجال الزراعه خالص، فلما جيت وعرفت ان الرئيس السيسي هنا فتح مشاريع للشباب وللخريجين، جيت وقلت ان انا اخدت قطعه ارض 6 فدادين ببيتهم، صلحت منهم 3 وزي ما حضرتكم شايفين، جيت ربنا اكرمني زرعت فدان ونص قمح وفدان ونص حجازي عشان خاطر برضو ايه مشروع مواشي هطور فيه ان شاء الرحمن، والحمد لله رب العالمين. زرعت في الموسم ومع الارشادات الزراعيه فضلت ماشي معاهم، انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن الزراعه، فالارشاد الزراعي هنا علمنا كل حاجه وعلمنا ازاي نعمل تحليل بيئي للزراعه وازاي نشوف المناخ وازاي نشوف الدنيا وازاي نشوف الارض لو محتاجه ميه او محتاجه كيماوي، كل ده اتعلمناه طبعا بفضل توجيهات الرئيس السيسي. الانتاجيه ان شاء الله باذن الله خير بعد الدراسه، ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ويرد تعبنا ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله هنورد قمحنا للحكومه ان شاء الله. انا مواطن من قريه الاشراف وادي الصعيده، مستلم مساحه 12 فدان، زارع مني 4 فدن قمح، وزارع فدانين برسيم، وزارع فدان منجع. فبفضل القياده السياسيه اللي هو السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه وفر لنا الاسمده في الجمعيات الزراعية، وموفر لنا المية الري، وموفر برضو لنا يعني الإرشاد الزراعي. بالنسبة للمحصول، المحصول عندنا هنا في الأراضي الصحراوية بيدينا مثلا من 8 إلى 12 أردب، وفي الأراضي الطينية بالوادي الفدان بيدي من 18 إلى 20 إلى 25 تقريبا كده يعني. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى هو أكرمنا، وخير كثير وخير لينا ولبلدنا، وحنورد إن شاء الله إحنا طبعا المحصول بتاعنا لمطاحننا لينا ولأهلنا، وربنا باركنا في الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو أدانا إعانة بزيادة سعر الأردب عن العام الماضي.